السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة تجربتي الجميلة. اليوم نقدم لكم مناسبة عيد الأضحى. طبعا كل شيء كيعرف بولفاف، ولكن قبل هالشي كله بغيتكم تشوفوا كيفاش كنتعرفوا على الدوارة، واش مزيانة ولا مزيانش. أنا هكا كنقلبها مزيان باش نشوف لا كانت شي حاجة ما هيش حيدها. في الكبدة كما كتشوفوا لقيت هاد النفاخات وهاد المزيريراني في الجناب، الوغ ما غاديش نستعمل الكبده الا انني نحيدها. وباش نحيدها في الحساب الطريقه درت عليها هكا باش نحاول اننا ما نتقبهاش او تحليها ولا شي حاجه فنضيع انا في الكبده. هي دورتها وتحيدتها، وكذلك هذا المزرار اللي كاين في الجناب حتى هو دورت عليه هكا وغنحيدو من جذور ديالو، يعني باش نبقى هكا من مرتاحه ومهنيه من اي شي حاجه اللي نكون خايف منها. صافي هكا غنحيد عرفت هذه حتى هي غادي نحيدها. وكما كتشوفوا هنايا وجدت البصله قطعتها صغيره ودرت معها الربيع، شويه الكمون، شويه البزار، شويه الملحه، وكذلك شويه ديال التحميره. غادي نوجد هنايا الفرينه ديالتي فاخر طبعا الطريقه المعتاده اللي كتسربيني داك الشيء. الطريقه ديالتنا المعتمده اللي كنديروا هذا الورق، ورق ديال المائده شوفوا هكا خدات هي جوج ورقات هكا باش تبطبهم مزيان، وكدير معاه الزيت، زيت عادي زيت المائده هكا يتغمس هكا بالزيت حتى يولي كله مزيت مزيان. ها هو شرب لنا الزيت، علاش كناخذوا ورق باش يشرب لنا الزيت مزيان. وناخذوا هاد البريكه هادي اللي كتشوفوا بهاد الطريقه هادي، غنشعلوا بريكه تكون كدير العافيه ماشي ديك البريكه اللي كتكون ناقصه من العافيه، هكا كدير العافيه كنشعلوها بالطريقه هادي للمبتدئات، سريعه جدا اي واحد يقدر يديرها، الماء اي راجل اي واحد يقدر يديرها، طبعا الاطفال بلا ما يلعبوا بالعافيه. صافي هكا وغادي ندفنوها وسط من هاد الفاخر. كما كتشوفوا حنايا ربنينا عليها غنغطيوها كامله باش ما نستعملوش الفاخر، باش ما نستعملوش الرابوط، غادي نغطيوها كامله ونخليوها تتولي لونها احمر. صافي ما نحتاجوش الرابوط. هذه طريقه نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتستعملوها في ديالكم. الكبده راه حطيناها على الفرينه هكا فقط بدات كتشد فراسها، غادي ناخذوها وغادي نقطعوها بهذه الطريقه هذه طوليه، وغادي نرجعوها للفرينه باش كذلك تشد فراسها المره الثانيه. غادي نبدا نقلب فيها البنات هكا باش تشد فراسها من الجانبين هكا، ما تبقاش نينا مازال ما ناضجاش من الجنب. صافي نوجدهم نحطهم عندي في القرطه ديالي عاد نبدا نقطعهم البنات. غادي نقطعهم هكا مربعات متوسطين، ما هم كبار ما هم صغار، باش نقدر ندوزهم في بولفاف. ها هما الحجم ديالهم بحال هذه الطريقه. صافي وحطيت الريه ديالتي كذلك كتبدا تخرج هذاك الماء ديالها، ما تخافوش حيت هي الريره بحال شي بونج فيها كميه كبيره من الهواء. هي نفس الطريقه راه غادي نديرها بحال الكبده، غادي نقطعها هكا طوال ونرجعهم للفرينه ونحاول انني نطيبهم من الجانبين، ثم نقطعهم ونديرهم في داك في ثم نديرهم مع البصله والخايه ديال البصله ديال الربيع
والقامه اللي وريتها لكم كنخلطهم باش يشربوا القامه. خليكم معايا. بانوا لي مازال خاصهم يزيدوا، قطعتهم مازال على نصفين مجددات، وبانوا لي مازال هكا ما ناضجين. نعاودوا حيت كنبغيش ان الريه ما تكونش ناضجه، كنبغي نتاكد منها انها طيبه مزيان من الداخل. هذا كندوزها هذه الطريقه ديالتي انا باش كنكون متاكده منها. بالنسبه للشحمه ديال البولتات كنتاكد من ان ما فيهاش شي حاجه. دابا هذه البقعه اللي بقات لينا راه ديال الماء مجموع، واخا هكاك راه نشرت انا في النشار باش تنشف ليا، وهادو كيبقاو الماء اللي كينزل كيدخل في شي فقاعات كنحيدهم باش نتاكد منهم ما يبقاوش عندي. هاد الطوال اللي ما كيليقوش ليا انايا باش يلف حيدتهم كذلك. صافي غادي نوجدهم بحال هكا اللي غادي نلف، يعني البولفه ماشي كله كيولي لك في اللف، يعني كاين بلاصه كتكون غليظه كنختار غير البلايص الرقاق اللي انا نقدر نلفهم. صافي نوجدهم وكندير لهم على شكل لولي بحال هكا. صافي ملي وجدتهم هكا البنات غادي نقطعهم هكا دوائر. هذه الطريقه كتسهل عليا العمليه انني باش نلولب، يعني هذه طريقه زوينه جربوها البنات وشوفوا كيف كتخرج لكم. هانتي ما كتعذبكم ما والو، اما كتخرج لكم طويلين هكا باش تلولبوا بها. كما كتشوف انا وجدت الريه بوحدها والكبده بوحدها، فانا غادي ندير في السيخ ربعه الريات وربعه الكبدات، يعني مره ريه مره كبده هكذا تكمل 8 الحبات. هاد الطريقه باش كنلولبهم كندورهم وكنخلي الجانب اللي متني هو اللي كيضرب السيخ هكا باش ما يتحبس لينا ما يتحلش لينا. هاد الطريقه هكا صافي. فغتعولوا انا الشحمه ديالكم ما تبقاش تخرج من اللفه. كتجيب هذا المنظر، هذا كيجي زوين بحال هكا. انا المهم كملت ندير واحد الكميه بحال هكا، راني وجدت كميه كما كتشوفوا. درت هادو ديال 8 وكذلك درت ديال 6 لان خرجت لي الكبده اكثر من الريه، لان الريه النص ديالها كنخليها في الكرداس. غادي نشارك معكم طريقه ديال الكرداس. فوقات لي الكبده درتها بوحدها، درت هكا شي 6 الحبات في الزلاك هما هادو، وهذوك الاخرين خلطتهم ديال الريه كبده. دابا غنمشي نشويهم ان شاء الله. واحد الملاحظه البنات، ملي كتكون العافيه هكا طالعه راه الشحمه اللي كديرها مرات ترشوها بالماء باش تهبى، لان لقا طالع بحال هكا تقدر تحرق لكم البولتاف ديالكم، يعني مره رشوها بالماء. صافي
هاي الوجبة المحبوبة المغاربة، هاي وجبة ديالنا اللي هي بولفاف. نتمنى أن الفيديو نال إعجاب ديالكم وأنكم استفدتوا معايا. ما تنسونيش باللايكات، وعيدكم مبارك سعيد.